عندما يكون الإصرار سلاح الطموح، لن يقوى المستحيل على المواجهة. عبارة تلخص ربما حالة الشاب سيف الدين سعد بطاح من محافظة ذي قار، والذي لم تمنعه إعاقته من تحقيق ما يعجز عن تحقيقه الكثير من الأصحاء. ابني البكر الأول تولد 2006، الحمد لله والشكر لله. بدايته مصاب بشلل رباعي ضمور خلايا الدماغ. شفنا طفولته، ذكاء حاد. تعبنا من البداية بس ما ملينا ولا خلينا حواجز بيننا وبينه، ما خلينا يشعر بما هو بيه. كسرنا الحاجز اللي بداخله، شفنا عند العزيمة والإصرار لإكمال مشواره الدراسي. مشوار كلل بالنجاح ووصول سيف الدين إلى كلية الصيدلة التي كان يطمح بدراستها، لكن طموحه لا يقف عند هذا الحد. أما بالنسبة للطموحات الأخرى فهي إن شاء الله بعد الدراسة افتتاح كلية، افتتاح العفو شركة للدبلات، وأيضا افتتاح منظمات ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. لم يكن طريق سيف سهلا، فكان يحافظ على دوامه في المدرسة على الرغم من صعوبة تنقله وظروفه الخاصة التي جعل منها حافزا للوصول إلى طموحه، فما عرف الاستسلام إليه طريقا. سيف الدين هو أحد طلاب المنطقة وإحنا نعتبر جوارينه. سيف الدين طالب مهذب وأيضا مجتهد، وكنا نلاحظ يعني معاناته، جاي نشوفه يعاني بالشتاء من يروح فضية منا بالعربانة هاي الدفع، لربما جماعته مرات يعني ياخذونه يجون إلى البيت هنا وياخذونه دفع بالعربانة، وبعض الأحيان نشوفه يعني أوقات الحر، وتعرف أنت يعني الصيف جو حار، ومر بمعاناة سيف يعني معاناة كلش قوية، ورغم هاي المعاناة هو يعني حقق إنجاز عظيم. قصة سعد الدين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لكنها ستبقى ملهمة لكل من أراد أن يصل إلى هدفه مهما كانت الظروف.